شاء الله هنكسب، ولو في امل ان احنا نجيب جون هناك او اتنين ان شاء الله هنعمل ماتش حلو هناك وهنكسب. بص، هو اول ماتش توقعت ان هو يكسب 3-1 تمام، بس احنا ما كسبناش 3-1 الحمد لله، 1-0 بطلوع له الروح يعني، بس على ارضهم هنقدم اداء احسن باذن الله. ان شاء الله هنكسب 1-0، وبقول للعيبه خليكم رجاله زي ما انتم. اتبسطت شويه من الماتش اللي فات، بس نفسي كارلوس كروش يدي فرصه للاعيب زي مجدي قفشه، يدي فرصه نلعب بخطه هجوميه شويه. انا اقول ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، واحنا بنطمع وعندنا امل كبير ان شاء الله، وان احنا نعمل حاجه كويسه، لان ما كانش في نظام المره اللي فاتت، والتوفيق من ربنا المره اللي فاتت، ومن حب الناس ومن دعوات الناس وكده. فان شاء الله ان شاء الله، بس نمسك نفسنا عشان الماتش مهم جدا، وحاجه بسيطه يعني، لو باي ابسط نتيجه ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله احنا بكره ان شاء الله نتعادل يعني 0-0 ونصعد كاس عالم. بقول لعيبه يعني زي ما انتوا رجاله خليكوا على وضعكم، ان شاء الله باذن الله دفعوا كويس. كروش بس يهتم بالحته الهجوميه، سنه صغيره الهجمه المرتده، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يخلص ماتش تعادل ونصعد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله 0-0 عشان نامن بقى بره الامان، وان شاء الله يكونوا عاد المسؤوليه يكونوا رجاله ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونتعادل. هم هناك في السنغال هيبقوا متنرفزين ومتضايقين وعايزين يعوضوا، فاحنا لازم نكون احنا اهدى منهم بكتير. لا ان شاء الله ربنا هيوفقهم باذن الله، وان شاء الله المباراه هتبقى 1-0 زي ما كانت هنا، ولا هيجيب جون برده صراحه باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقهم وينصرهم ان شاء الله، مصرهم بالدنيا، وان شاء الله يكسبوا 1-0.